ولدينا حدثين في وضع إقامة صناعية جزائرية للاتصالات يوضع الكومسات رقم 1 في المسار المحدد له عند الساعة 0:40 من فجر الاثنين، وذلك بمركز الشيشان لإطلاق الأقمار الصناعية باستخدام الصاروخ ينحمل من طراز لونج مارش 3. أعلن الآن عن نجاح إطلاق القمر الصناعي للاتصالات الكومسات 1. دخل القمر الصناعي مساره بدقة بالية، مما أرسى أساسا جيدا لتعديل المسار والاختبار والتسليم في المستقبل. الكومسات رقم 1 هو أول برنامج للتعاون بين الصين والجزائر في مجال الفضاء، وهو أول قمر صناعي جزائري للاتصالات. هذا وسبق أن تم توقيع عقد البرنامج في ديسمبر عام 2013. إضافة إلى الصداقة التقليدية وميزة الأسعار، اخترنا الصين لأنها شريك مخلص ينوي تنمية اقتصادنا. سيخدم هذا القمر البلاد في مجالات البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات العاجلة والتعليم عن بعد والإدارة الإلكترونية واتصالات الشركات وغيرها من المجالات.